بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو عبارة عن تجميع مجموعة من الحركات لتكوين حروف. الأمثلة كالتالي: عندي الحركة الأولى صغيرة مقاسها نقطة، وحركة من أعلى لأسفل، ثم حركة ألف بطوله الطبيعي 3 نقاط، 1 2 3. هجمع الحركة 1 مع الحركة 2 هتديني 2 هذا الشكل. الزاوية دي قائمة مائل لأسفل ومائل أعلى جهة اليسار قليلا، بحيث ان يديني زاوية قائمة. يبقى الحركة عدة تانية عشان للتأكيد: 1 زائد ألف، نحافظ على مسك القلم، بتدينا باء ألف من أسفل لأعلى أو من أعلى إلى أسفل. طيب، حركة أقل شوية من الألف نديها نقطتين، 1 زائد راء طويلة مقاسها 4 نقاط، 2 هنجمع الحركة الأولى مع الحركة الثانية هتدينا اللام ألف. هذه الحركة الأولى، ثم الحركة الثانية، ثم ألف. الفراغ ده نقطة وده نقطتين، والألف عندي 3 نقاط، وهذا الجزء أعلى بنص نقطة عن الجزء الأول. ولو عملت خط كده هتديني ميل بمقاس نقطة. نرجع تاني للحركة الأولية اللي مقاسها 1.5، دي 1 زائد حركة 2 زائد دوران، يبقى دي 2 ودي 3، بتدينا حرف الباء 1 2 3. المقاس بتاع الباء معروف، راجعناه قبل كده 3 نقاط، والجزء الأول 1.5، بنراجع تاني عشان نستفيد. وهنا التقاعد بتاعي حوالي 0.5 نقطة قليل. لو جينا لرسم الدال، ادي 1 برضو 1.5، ثم 2 1.5، ثم هنا 2 نقطة. هقلب الحركة دي 1 اهي 2، واقول انها رقم 1، ثم
جسم، هذا الجسم هيبقى متكرر، يبقى الجسم ده رقم 2، هيدينا حرف الحاء اهو، الدال مقلوبة والف لفة بسيطة كده، ثم اعمل الجسم يديني الحاء. عندنا شكل الحاء المبتدئة شكلين، حركة أولى واحد زائد الحركة الثانية اثنين، هتدينا جيم أو حاء أو خاء مبتدئة. في عندنا شكل تاني اللي هو رأس الحاء السابقة، وهذه الرأس حالة خاصة تأتي مع هذه الجزء الأول، تأتي مع الحاء حاء. وتأتي مع الحاء راء. وتأتي مع الجيم أو حاء هاء. وتأتي مع الحاء ميم أو جيم ميم مناجم مثلا. وتأتي أيضا مع الحاء ياء. لو فرض عايز أرسم سنة مقوسة، وصلة مقوسة مع الحاء، تبقى بالشكل ده. دي بنقول عليها وصلة مقوسة.